يا مرحبا ومسهلا فيكم في مدير مزرعة. اليوم اللي قاعد تسويه انت طالع المباني طبعا، وحصلت مبنى هني اسمه بترنا اللي هو طبيب بيطري، اختصركم يعني بالعيد، ونبى نحطي طبيب بيطري حقهم الصراحة، لانه صار عندنا كمية حيوانات وابى طبيب بيطري يعالج الحيوانات لا سمح الله مرضوا، لان اذا مرضوا ما عالجناهم هاي مصيبة، يعني مصيبة. على فكرة الكورس الاول خلص وانا في الكورس الثاني الحين، ورد الانتاج عندي 10% زاد، اتوقع يعادل 10% من الارباح يعني بالسالفة. ايش يا ابني زين الحين هذا شو قاعد يسوي؟ منو في الرينج ماله؟ ناس هذا الحين بيعالج الحيوانات اللي في المنطقة كامل. شوفوا اي حد في النطاق ماله راح يعالجه، بس من اسوي ماوس اوفر يوديني وين المزرعة وشو حالتهم. وايد اوكي، وايد نايس 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 نايس. الحين الفلوس عندي شو هارفست اكس، خلينا نشوف الماركت شو عندنا نقدر نبيع. 29,000 29,000 والله تقريبا نفس حسب السوق ترى، يعني شوف الحين السوق هذا كيف، اشوف السوق هذا نازل، انا في سوق ملك ما ببيعه حاليا، شوف هذا السوق دائما ثابت ما شاء الله، كمية قام يستوي عندي، بيض سوق طيب اخر فترة صراحة، هذا كيف سوقه، هذا سوقه طيب مرتفع. 100,000 ايزي، 100,000 ايزي، بس سعر البقرة شوي ثابت يعتبر بالنسبة للغنم، الغنم نزل الارض الصراحة صار له شوي، هذا شيء ملعوزني الحين صبر، خلي نبيع المينر كله لان عندنا وايد منر اكثر من اللازم، على طول 135 كيلو، على طول يا حبيبي على المينر، المينر هذا المينر عندنا كميات ضخمة منه ويا ويل ويلا. انزين اذا نحن نتعامل بهاي الطريقة الحين مثلا، يعني عقب 100,000 انا بيكون عندي شو مكان حق مصنع، المصانع وين احطيها؟ يعني اذا انا حاط الحيوانات كلها هني ممتدة هني صح؟ خلنا نشوف اول شيء الارض، انا هني ايكونومي بادجت، والله يا سدخل فلوس، شوفوا ارتفاع يعني دخلنا صراحة، لون ما عندي الحمد لله، كورسات قاعد اخذ ازيد الانتاجية، بس في شيء انا ما فهمت وين حصره، ارض وين اشتريها؟ اذا انا بشتريها يعني وين بتكون؟ انا محتاجين اراضي، نحن محتاجين نشتري معدات، محتاجين نسوي اشياء برا عن النطاق، هل هو بيفتح وياي بعد شيء معين؟ اتصور كيف فوق هذا شو اشتري؟ كهرباء ورنج، هذا درجة الحرارة 5، ما ادري الشتاء على ما يبدو ما يفرق الا الشكل، بس الحين اذا ابى امتد شو اسوي؟ هذا السؤال. نبدا نحط مكان مصانع هنا، اخلي عند البيت احتياطا، اسوي بالطريقة هاي بس اعرف انا وين صاير. زين وبحط المصانع الاغلب هني ورا، خلينا نشوف ان فلوس 64,000 يعني قريب من اول مصنع، ما تم لنا شيء يعني ندخل في اللعبة جميل، عندي بعد 67 يوم راح يزيد عندي الانتاج بعد 15% غير، بعدين راح يزيد 20%، معناه الانتاج عندي بيولع، بعدين بحاول اخلي التريننجز هاي شغالات ما يوقفن بصراحة، بحاول بشوف شو نقدر نسوي، بس الحين المهم ان نوصل المبلغ اللي نحن محتاجينه. كم كيلو هذا؟ 12,000
يعني نقدر نقول انه نحن مستوى جيد قاعدين نسوي. انتاج الحليب شو يسوي؟ خلنا نشوف لحظة. برودكشن هذا ملك بروسيسنج، ملك بروسيسنج allows production of cheese and other milk based products، يعني خلينا ننتج جبن ومنتجات اخرى متعلقة بالجبن. الحين كم بروفيت بيسوي لنا معلوم؟ اذا بغير بايو لازم اغير كل شيء بايو. ترى انا يمكن الحين عندي فكرة اسوي كل اللي استهلكه هني اسوي مزارع، وهذا السبب اللي يخليني ابغى اشتري ارض. بس ما علي، الارض لاحقين عليها. شوف 17000 بس، بس 17000 يعني ما تمنى شيء. هذا وصلنا زين. خلنا اول شيء نحط المصنع اللي والله نقدر نحط المصنع. المصنع صراحة مش غلط اني احطه هنا الصراحة على الشارع العام. لا غلط 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 غلط. انزين الحين بنشوف موضوع الحليب. اذا نقصنا فلوس نقدر نبيع عندي سامون اكيد. يعني الحين اكيد استوى عندي اغراض ابيعها. انا مسوي مثل ما تقولون استودع هني اشياء الاف المؤلفة. ايه اللي غلط فيه بس المينر، توقعت اني ممكن احتاج اشياء طلعت ما احتاجها مثلا، ما اتوقع. بس زين عندي مساحة تخزينية. زين الحين اللي بنسوي نحن 1200 في الشهر، زيادة كوست مش طبيعية ترى. بس اللعبة مش وايد صعبة ان نلعبها على فكرة. انا شوي بعد مسهل الامور في اللعبة، ما توقعت انها بالطريقة هاي، توقعت انها تكون اصعب من الحين. فسهلت شوي الامور في اللعبة. يلا ممكن تبنونه، ممكن تخلصون بنا. اربع عمال اقدر اظني بققت ولا شو اللعبة. نحط الكهرباء، بنيب حق الموظفين الساين هاير. ابا حد تصنيع، هذا مانوفاكتشرنج صح. واحد اثنين ثلاثة، في حد ثاني مانوفاكتشرنج حاليا؟ لا. وهذا ينام ويرهاوس. شو اسوي؟ كاو ملك، يعني حليب بقر الحين المفروض ما ابيعه خلاص، وهم بينتجوا لي اشياء منها. اوكي قاموا يبوا لهم، نحن عندنا اصلا البقر المفروض ما نبيعه خلاص. خلاص المفروض حليب بقر ما نبيعه، نوقف حليب الغنم. يحول لي اياه الى كاو تشيز. تشينج برودكشن، كل مصنع غير عن يعني هذا بس بينتج لي اللي هو جبن البقر، ما بينتج لي شيء ثاني للأسف. خلنا نوظف، أظني عندي مكان بيت فاضي. ماشين يز مانيفاكتشرينج، خلنا نسير بس لهايل أورهم شوية أساس. ما عندي 1600، ما عندي. كم يسوى الكاوتشيز؟ 140 كيلو، 2000. كابج منفوف تو استوى، كاوز ملك ما ببيعه قلنا. يعني الحليب الثاني مدخول عندنا يعتبر، وعندنا هذا. خلنا نشوف كم بيقولنا. اوكي تعالوا خلنا نسوي لكم تدريب كلكم. خلنا نزيد الديورنس مالك، عندكم اشياء ثانيه نطورها. الوحيد اللي عندنا اوكي حالتهم قاعد تنقص، بعدين يروح يرقد. هذا الفرق في الديورنس، بعدين بيروح يرقد بعدين يرجع. انزين بس الحين ما ادري الكاو، يعني انت الحين تتكلمون عن انا بس انتج كل حليب بقر، حليب ماعز، حليب الخروف لآخرها. بس الحين هو ينتج لي جوتي
47,000 في 4,200 كيلو، 69,000. هذا غالي للنباية، لازم غير كل شيء عضوي. بس هذا عناد جيد، هذا ترى مش سيء الحين، هذا الحين تاج جيد ترى، لو تفكرون فيها انتاج جيد مش سيء جدا. يعني احول شوي فلوس لمستوى اعلى، 4,000 هذا سعره داق ارض. اوكي، دام انه داق ارض خلنا نبيعه، لانه يب ممكن نازل طايح داق ارض اصلا، ممكن يرتفع خله. انا اشوفه قاعد يرتفع كنا، هذا ما بنبيعه، قاعدين نستعمله نحن. هذا معناه يقدر يعوضنا انتاج، بس ما ادري هل هذا من الحكمة ولا مش من الحكمة، لانه منتج واحد. يعني توقعت ممكن ينتج اكثر، انا ما توقعت ينتج، يعني كمية بالنسبة لي قليلة جدا. بس ممكن افكر اني اسوي شيء ثاني، اللي هو اقعد اسوي مصانع ثانية، يعني مجمع مصانع. نجمع المصانع راح يكون فكرة طيبة، بس يبالي حليب أكثر صح؟ لأن هاي شل 250 يحولهن لكم؟ هل إذا وحدت مصنع ثاني بيكون نفس المخازن شيرت؟ ما أعرف. إذن الحين هاي الكمية عالية عندنا، نقدر نبيع ترى حتى في السوق، يعني ترى عادي ترى إذا بعت هني. ما أعرف تصفر هني؟ لا، اللي ياب هني غير عن اللي هناك، هناك أقدر أبيعه، هني أخذ احتياجه تقريبا. بس إذا تميت أبيع اللي هني 24 ساعة بتوهق بعد. هذا عندي 1,000 كيلو، كم؟ 22,000. ما أبيع الحين، بتريع الجبن، بتريع الجبن شوي على راحتنا إلى آخره. زين، الحين التارجت الثاني مالنا، ما عندنا ورق، ما عندنا شيء. شوفوا هذه الأرض، هذه الشوارع. بس انا يعني سؤالي هذا ابغى اشيك كيف اشتري بعدين، مش من هني ممكن اشتري، ما بقروض هني، موظفيني هني، تاج الزراعي مالي كامل، دوينك اي شيء قاعد يشتري وايد حلو هني، الحيوانات مالي شو وضعها الحي والمادي، عندي مصنع واحد 15,000 و 20,000 ويرهوس 1,500 اوتيز بروسسين 150، عندي تراكتر هاي لاني ما استعملتها ليتها مع الفاضي، وعندي هني يمكن هني نشتري فارم فانيشن مانجمنت ترينينج اجريكلتشر ليبر لو ترينينج مونيتورينج ترينينج انوال اجريكلتشر، هذا اللي ب 100,000 ستاف مانجمنت ترينينج. ليش مونيتورينج اتش ار اتش ار اجريكلتشر فارم فاينانشال ريديوس برايسز فارم فاينانشال مانجمنت ريديوس برايسز ريديوس بيلز بيلز الى اخره. اوكي لا هذا بعدين براكتيكال ترينينج مشين سكيل ستريننج سيرس ترينينج مرمون بردكت الاخرة كريس تورس كباسيتي مونوبل كيف اكسس تو وينت فارم بيلدين. ممكن هذا يعطينا شيء عقب، ما اعرف، بشوف انا بعدين، هذا بقرر فيه بعدين. انزين الحين ابا تزيد ولا ابا احول الانتاج هاي اللي تهلكونه، ابا انتجه. بس هل في جرين هاوسز؟ ما اعرف اذا انتجه في جرين هاوس ولا لا، راحت خلنا نبيع شوف شو مايل حليب البقر عليه 94,000 94,000 كم يستوي رقيب ترى 96,000. اوكي انزين، هذا معناه انا الحين شو محتاج اسوي؟ انا بخبر عندي هذا متناسبين تقريبا مع العدد، يعني ما نحتاج اكثر، لان هاي قاعد يشلون. اللي ابى اسويه التالي، اول شيء ها شو يسوي؟ هذا
هذا من الكروبس وحوله سيد. اوكي هذا اسوي طحين، هذا احول لحم اذا كان عندي لحم سمك مثلا ولا خنازير. والله مزرعة دياي مش غلط، مزرعة دياي بعدين اسوي هذا، مزرعة دياي او خنازير. خلنا نشوف شيء ممكن ياكلون هاي. ولو كان يعطيني الاحصائيات هني كان بيوفر علي وايد تعب انا شو يستهلك. اوكي عندي فري صغار، عندي وز، عندي بط، عندي دياي. ياو الواحد يبغى له موظف هذا. يا العيد يا العيد. دبر واحد طويلهم داخل. أربعة فرضا يبنى دياي. دياي فين تجينا؟ بيض بط بكت ويت. ها كانت الكهرباء يا اخي مش بالطريقة هاي. زين هذا يبى ذرة. حلو اذا بنعطيه ذرة الدياي وسويا. عندنا بطاط ما عندنا ما بعطيك، بوت عندنا بعطيك. زين بنسوي وز جوز ما يقول ليش بينتج، ما يقول ليش بينتج. هذا موضوع أليم. باكت ويت هيعطينا كويلك، هيعطينا بيض، هيعطينا دياي، هيعطينا بيض بس. هذا شو كل الأحوال بحتاجنا لبنات. ما يبون من الحيوانات. زين هذين تجبيل، هذا كبير حلو. من هاي البيوت يعني احيانا شغلانة الحين هاي تتحول الى شغلانة ترى. حير انيمالز انيمالز اصلا. زين هذا يعطينا بيض، هذا يعطينا شو مش واضح الصراحة شو يعطيني بيض. زين هذا فاضي الحين، عندي ثلاث موظفين وثلاثة. هذا انا بعرف انه يعطيني لحم. ابغى حد يخبرني وين اللحم، ولا اللحم لازم سلوتر هاوس. خلنا نجرب الخنازير، انا عادي ببدلهم خمس دقايق يعني الخنازير ما عندي مشكله. او شت بقستري Thank you.
بني بهن هذا لان الحين انا مش عارف المنتج اللي راح يجيني منهم. هذا بيض اكيد، هذا كذا اكيد، هذا ليته ما يسعتني شو راح ينتج ولا شيء. اقول ولا نثن مش فاهم، يمكن لا ما بينتج بالطريقه هاي، يمكن احتاج السلوتر هاوس. Allows the production of meat. يعني أنا ما أحتاج هاي الحالية. طبعا. بس خلنا نجرب شو ينتجون إذا ما ينتجون لها. ما في، ما عندهم حليب، ما عندهم شيء. ما عندهم شيء. ما نجرب مثلاً عندهم شيء. ممكن منهم أي فائدة أصلاً. خلنا ندمرها الثانية. ندمر هذا الاثنين، خلهم شغالين مو مشكلة، بتشوف عليهم نهاية التجارب. بنتريا شكلنا كم سعر سلوتر هاوس؟ 340,000. يا الله هالأسعار، طيب نشوف السوق شو عندنا. لأن سعر الجبن بايخ، ها سعره زين، ها سعره زين، ها سعره مرتفع، سعر ثابت. الله هذا الحب. 100,000. 140,000. 105,000. السعر الضاقر. خلنا نتري ايش. حلو لو نقدر نخليهم يباعون على اسعار معينة وكان بيكون حلو بعد. لان الحين بس شوف 60,000 ايزي يعني مش نفس الاول. هلا نزيد الكوكس كامل. اوكي. نزيد البقز لين آخر شيء للخنازير. أوه يا سلام يا سلام، خلنا نشرب مي، خلنا نشرب مي. تك تك انزل. هذا بيكون ري، ري اللي هو ري هو الشعير أظني. الأوت والله لا أدري، ما أعرف ريها شيء ثاني. هذا على الاقل يعطينا شو بيض. الزير ما يعطينا شيء، وش الفايده منه؟ وش ذا بوينت اذا ما يعطيني شيء؟ شو استفيد منه؟ يعني هاي الحين ليكويد مينر. يا الله انا اظني وهكذا نفس الشيء. ليكويد مينر نفسه اخ. هني نفس المكان كود مينرز مواد سائل. زين مو هذا ابا ما اقدر اغير مكان عادي، باخذ الفه من حولهم. طيب زين الحين يعني افتراضا نحن عندنا 104 104 وايد، هذا مش شويه على طول ترى تو كنا هنا. كم سعر تشيكن هيك؟ والله بيض دياي مش غلط، سعره رخيص، لكن نفس مبدأ حليب البقر ترى كميات بس نبيع. سعر الجبن ولا ممكن يكون أزفت. خلنا نبيع السماد، السماد وايد قاعد انت. إذا هذه تجربة الطريقة هاي والله مش غلط إني أغير حتى هذا، لأن هاي لا أنا بالنسبة لي حاليا ما منهم فايدة. زين ناخذ دياي وي باي 10 ريالات، منتج كميات ضخمة قدر الإمكان. خلوني بحط كم بيت دياي واني مونتش كنكر. ويي
اصبر بس طيب بطل حاول مش وايد الحين مش وايد لان هذا كله يبغى له موظفين ترى اوكي اللي يبغى له توظيف لاين طيب لحد مختلف لا هاير انيمالز انيمالز باي جاي باي لا لا عددنا لأكل لا نبا هذا اتري يبونهم تيايا مشترين تيايا وهذا اسلاين المختص بالحيوان الحين هذا لازم نتدرب هذا لازم نتدرب هذا لازم هذا كلهم نتدرب على اساس الدياي يطلع اقصى كميه ممكنه من البيض خلينا نورس بعد حلق انزين هذا معناه صار عندنا الحين كميه بيض دياي مفروض نظريا 500 شوف 2000 هذا لازم ننتج منه كميات والله صراحه لازم ننتج منه كميات حديد ما اعرف انا احس وايد ظلم انه استرج حق بعد غالي اقدر ننتج منه كميات بس وياي ما اعرف ليش ركزت عليه لان يمكن سريع يصير كميات هلا نبيع هاي 48000 هذا شو اخباره قاعد يرتفع ان شاء الله بيرتفع يلا انزين الحين الدياي استوى عندنا كميات فاللي بسويه الحين اللي محتاجين حليب ماعز زياده حليب الماعز انا كنت بدرب ورا ليش نسوي هني ياخذ كم مربع لحظه خلاص انه يمكن احط صف غير ممكن يفري اوكي هذا قياس غلط انا هذا في مجال حط صف ثاني هاي بالطريقه هذه ما اعرف تراهم لكن هني من البقر غير ما يستوي ما يستوي صح اذا اجيب الشقد مال الماعز الظلة مالت الماعز هي كانت هذه ان شاء الله تركب ايوه واحد ثلاثه اربعه هذا الشيء قاعد يدخل علي ذهب صراحه حاليا اوكي ففكرة جيدة اني اشوف الاستورات شو عندي ايش عندي ناقص هذا ما عندي كل شيء ثاني موجود زين هذا اول شيء نوظف الناس ايه انيمالز هاي مش مال انيمالز هير انيمالز لحظة أنا ما اشتريت ولا كيف مش شرى سوري عفوا وظفت بيلد هاوس أو ماي جاد أنا حط دقيقتين زين باي غنم باي 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 والأرب والباقيين هني بجرب الماعز مش الغنم هذا خرفان سوري بنجرب الغنم هنا الباقي فيما بعد هلا